F L M is the point of intersection of the two diagonals of parallelogram A B C D, where A 3 و 7. يبقى انا عندي بوينت A اسمها 3 و 7 وعندي بوينت C نيجاتيف 3 1. then ال M equal. يبقى أول حاجة هرسم parallelogram. ادي البريلوجرام A B C D. A B C D. ال M is point of intersection between the two diagonals. يبقى two diagonals هم ال M هي ال point of intersection. طيب ال A بكام؟ ال A ب 3 و 7. ال C بالنيجاتيف 3 1. طيب بعدين يا مستر، مش دي point of intersection of the two diagonals؟ طيب هي ال point of intersection دي بتعمل ايه في ال diagonal؟ بتعمل bisect لل diagonal. يعني ال M دي هي ال mid point، يعني ال M دي مين؟ ال mid point. طيب يبقى 3 عشان اجيب ال mid point كنا بنعمل ايه؟ x1 plus x2 over 2، يعني 3 plus negative 3 over 2. ادي كوما y1 plus y2 over 2. طيب هنا اداني 0 وهنا اداني كام؟ 4. يبقى الانسر عندي letter A اللي هي 0 و 4. A circle of center 2 negative 2 if one of the two ends of its diameter واحدة من النهاية بتاعت الديامتر كانت 4 و 2 then the other end of this diameter. يبقى انا اول حاجة كده عندي ايه؟ عندي circle. طيب السنتر بتاعها كان عبارة عن كام؟ 2 و negative 2. طيب ده كده الديامتر. طيب الديامتر البداية بتاعته كانت 4 و 2، النهاية دي مش معايا. طيب ما السنتر ده هو الميد بوينت بتاعت الديامتر، يعني انا معايا ميد واللي ناقصني تيرمينال. طيب لو الناقص دي انا سميتها بي، يبقى علشان اقدر اجيب البي دي بعمل ايه؟ بعمل 2 تايم الميد ماينس الاذر تيرمينال، ماينس الاذر تيرمينال. يبقى بعمل 2 تايم ال 2 نيجاتيف 2 ماينس ال 4 وال 2، ماينس ال 4 وال 2. 2 تايم 2 4، 2 تايم نيجاتيف 2 نيجاتيف 4 ماينس 4 و 2. طبعا بنعمل الـ x ماينس بعض والـ y ماينس الـ y. يبقى 4 ماينس 4 ب 0 ونيجاتيف 4 ماينس 2 بنيجاتيف 6. يبقى الانسر عندي 0 ونيجاتيف 6 اللي هي لتر مين؟ اللي هي لتر b. if الـ a نيجاتيف 4 و 4 وكانت الـ b 5 ونيجاتيف 8 والـ c belong للـ a b، c belong للـ a b، يعني دي كده السي لما تيجي تعمل ديفايد هتعمل ديفايد انترنالي مش اكسترنالي. السي بي اوفر الاي سي كانت 1 تو 2، يبقى انا لو قلت هنا السي بي اوفر الاي سي هتبقى كام؟ هتبقى 1 اوفر 2. طيب يبقى ادي الاي وادي البي. طيب هو السي بي 1 والاي سي 2، يبقى السي قريبه منين؟ يبقى ادي دي كده 1 وادي دي كده مين؟ 2. طيب ال C equal مين؟ طيب احنا قلنا هنا ايه؟ ان بدايتي كانت ال A وادي النهاية هتبقى ال B. يبقى ال A بكام؟ ادي 4 و 4. طب ال B بكام؟ ادي 5 و negative 8. طب ال ratio؟ ال ratio M2 to M1، M2 to M1. ادي ال M2 اهو، ما اللي رايحة لل A دي ال M2 واللي رايحة لل B دي ال M1، يبقى ادي 2 to 1 وده بلس. طيب انا علشان اجيب ال C اللي هي البوينت اللي بتعمل ديفايد انا بجيبها كارتيزيان فورم. اول حاجه بعمل كده ادي 2 بلس ال 1 وادي هنا 2 بلس ال 1 وادي كروس 4 تايم نيجاتيف 1 بنيجاتيف 4 بلس 2 تايم 5 ب 10. طيب 2 تايم نيجاتيف 4 2 تايم نيجاتيف 8 بنيجاتيف 16 بلس 4 تايم 1 ب 4. يبقى C عباره عن مين؟ نيجاتيف 4 بلس 10 ب 6 over 3 negative 16 plus 4 ب negative 12 over 3. فالانسر اداني 2 و negative 4، 2 و negative 4 اللي هي letter مين؟ اللي هي letter B. if C belong لل AB يعني كده برضو internally وكانت ال AB equal 4 ال BC، يبقى ادي AB over BC هتبقى كام؟ ال AB قصادها 4 وال B قصادها 1، يبقى 4 to 1. وكانت الـ A بـ negative 1 و 4 والـ B بـ 3 و 4. طيب أول حاجة بس كده أدي ده الـ A وأدي ده الـ B. طيب أنا هحط الـ C فين؟ ما الـ C هي اللي بتقسم الـ AB. طيب يا مستر ده الـ BC كانت 1، ماشي أدي دي الـ C، أدي الـ BC دي 1.
والاي بي ده كله كانت 4. ده انا السي هي اللي بتقسم يا مستر، ما قررش اللي هو مدالي خلاص بقى 1 تو 4 ونحلها وخلاص. لا هي مش كده، هي مش نحلها وخلاص، مش قررش اللي هو مدالي 4 تو 1 اكتف 4 تو 1 وخلاص. هو اللي احنا فاهمينه ان السي دي هي اللي بتعمل ديفايد للاي بي. طيب هي كانت، هو مديني ريليشن ان الاي بي ايكوال 4 من البي سي، من الريليشن دي انا هقدر اطلع الريشيو. طيب يبقى السي للبي دي كام؟ 1. طيب مش الاي للبي دي كلها كانت 4؟ طيب يبقى من الاي للسي دي هتبقى كام؟ دي هتبقى 3. طيب انا دلوقتي البدايه بتاعتي ايه والنهايه بتاعتي بي. طيب يبقى مين الام 2 اللي رايحه للاي، ومين الام، ومين الام 1 اللي رايحه للبي؟ يبقى هنا اول حاجه نكتب بقى البوينتس، ادي نيجاتيف 1 وادي 4، ادي 3 وادي 4، الريشيو ام 2 تو ام 1 يعني 3 تو 1. يا مستر يعني انا دلوقتي هو قايل لي 4 اوفر 1، انا ليه اكتبها 3 تو 1؟ ما هو انا تاني كده انا عندي السي بتقسم الاي بي بريشيو معينه، هو ما ادهاليش انا اللي استنتجتها. هو قال لي ان البي سي، شايف الجزء بتاع البي سي دي 1 من 4 بارتس، 1 من 4 بارتس بتاعت الاي بي، يعني الاي بي ده متقسم 4 بارتس، البي سي 1 منهم. طيب يبقى الاي سي كام بقى من الفور بارتس؟ 3، 4 ماينس 1. طيب ليه كتبنا ال 3 فوق وما كتبناهاش تحت؟ لان احنا متفقين ان الام 2 هي اللي رايحه للبدايه بتاعتي وانا ابتديت من الاي، يبقى البدايه بتاعتي هي هي ال 3 والنهايه بتاعتي هي كانت ال 1. طيب عايز اطلعنا السي، طب ما خلاص ادي السي. السي دي هتيجي ازاي؟ اول حاجه 3 بلس 1، ادي 3 بلس 1 ده في الدينومينيتور، يبقى انا عندي هنا دينومينيتور 3 بلس 1 وادي دينومينيتور 3 بلس 1، ادي كروس نيجاتيف 1 تايم 1 بنيجاتيف 1، 3 تايم 3 ب 9، 3 تايم 4 ب 12، بلس 1 تايم 4 ب 4، السي ايكوال ادي 8 اوفر 4 وادي 16 اوفر 4، فالانسر هيديني 2 و 4، 2 و 4 اللي هو لتر مين؟ اللي هو لتر دي. اف ال اي عباره عن نيجاتيف 3 ونيجاتيف 4، والبي عباره عن نيجاتيف 8 و7، والسي بيلونج للاي بي راي، والسي نوت بيلونج للاي بي لاين سيجمنت، وير الاي سي. بص ادي تعالى نعمل بس كده ريشيو، ادي الاي سي اوفر السي بي، هي الاي سي بتقابل مين هنا؟ 2، والبي سي بتقابل مين؟ 1. طيب يبقى انا دلوقتي عندي، هو طبعا الاي بي نوت بيلونج، قصدي السي نوت بيلونج للاي بي لاين سيجمنت، ده معناها ان السي بره اللاين سيجمنت اي بي، يبقى ادي الاي وادي البي. طيب لما الاي سي تبقى 2 والبي سي تبقى 1، ده معناها ان السي قريبه منين؟ قريبه من البي. السي قريبه منين؟ من البي، يبقى ادي الاي سي 2 وادي البي سي 1. طيب ادي الاي ادي البي، ده طبعا هنا ام 2 وادي ام 1. تعالى نكتب بس كده البوينت، ادي نيجاتيف 3 وادي نيجاتيف 4، ادي نيجاتيف 8 وادي 7. اتفقنا ان هنا ان الريشيو بتبقى ام 2 تو ام 1، الام 2 اللي من عند البدايه بتاعتي اللي هي الاي، يبقى ادي 2 وادي 1. طيب احنا اتفقنا برضو ان ادام السي نوت بيلونج للاي بي لاين سيجمنت، معناها ان هي ديفايدد اكسترنال، وادام ديفايدد اكسترنال يبقى زود للي فوق نيجاتيف، يبقى انا ليه زودت النيجاتيف دي؟ عشان هي كانت اكسترنال. طب انا عايز اجيب السي، بروح رايح اعمل ايه؟ ادي الاوردر دي بير اهو، واهو اللي تحت نيجاتيف 2 بلس 1، نيجاتيف 2 بلس 1. طب الكروس عشان اجيب الاكس، نيجاتيف 3 تايم 1 بنيجاتيف 3، نيجاتيف 2 تايم نيجاتيف 8 ببوزيتيف 16، نيجاتيف 2 تايم 7 بنيجاتيف 14، نيجاتيف 4 تايم 1 بنيجاتيف 4. نحسب طبعا كل واحدة من دي كده على الكالكليتور، هنا هتديني 13 اوفر نيجاتيف 1 يعني بنيجاتيف 13، هنا هتديني نيجاتيف 18 اوفر نيجاتيف 1 يعني بوزيتيف 18، يبقى نيجاتيف 13 وبوزيتيف 18 اللي هي لتر مين؟ اللي هي لتر بي. اف البي هي 0 و3، وكانت السي عبارة عن 3 و0، and الاي lies at the third distance between البي والسي. يعني بص هو ده معناه ايه؟ يعني ده كروكي كده، انا عندي ده كده البي سي
متقسم لل3 بارتس، ال A على بعد مسافة من ال3 بارتس دول. طيب يعني 1 من 3، 1 من كام؟ 1 من 3. تعالى بقى نرسمها هنا كده، يبقى مين كده اللي هتبقى بتقسم، اللي بيتقسموا هما ال B وال C. طيب ال A دي موجودة فين؟ في الثيرد ديستانس. طيب هو انا طبعا مش عارف هي ايه، هي قريبة من ال B، هو بيقول لك ثيرد ديستانس بتوين ال B وال C. طيب يبقى ادي كده دي ال A، ثيرد ديستانس بتوين مين؟ بتوين ال B وال C. طيب يبقى دي 1 والمسافة دي كلها كام؟ المسافة دي كلها 3. طيب يا مستر، ما هو دام المسافة دي كلها ما بين ال B وال C 3، يبقى ومن ال B لل A 1، يبقى من ال A لل C 2. طيب تمام جدا، يبقى هي كده internal، دي أول حاجة، البداية بتاعتي كانت ال B والنهاية بتاعتي كانت ال C. طيب يبقى تعالى هنا كده، ال زير ال B 0 و 3 وال C 3 و 0. طيب ال A لل B اللي هي ال M2 1، ال A لل C اللي هي ال M1 ب 2، ادي في النص بلس. انا عايز اجيب ال A اللي هي هنا طلعت بكام. اول حاجة بنعمل بلس للريشيو، ادي 1 بلس 3 1 بلس 2 وادي 1 بلس 2، نعمل كروس 0 تايم 2 ب 0، 1 تايم 3 ب 3، 0 تايم 1 ب 0، 3 تايم 2 ب 6. اداني 0 اوفر 3، اداني 3 اوفر 3، وادي 6 اوفر 3. يبقى الانسر هيديني 1 و2، 1 و2 اللي هي لتر مين؟ اللي هي لتر A. The point that lies at 2 over 5 the distance from A to B. طيب يبقى البوينت اللي موجود على بعد المسافة 2 over 5 from A to B in the directed line segment AB، يعني البداية بتاعتي كانت ال A وادي النهاية بتاعتي كانت ال B. طيب ال AB ده متقسم لكام بارت؟ 5 بارتس. طيب البوينت بقى اللي انا عايز اجيبها اللي هي السي دي على بعد كام بارت؟ على بعد 2 بارتس من ال A. طيب يبقى دي كده 2 من كام بارت؟ من 5 بارت. يبقى ادي دي كده 2 وده كله كان 5. طيب يبقى من ال C لل B دي هتبقى كام؟ دي هتبقى 3. طيب يا مستر، طيب هو كده internally، وادي عندي ال A البداية بتاعتي كانت 3 و negative 2، وادي ال B اللي هي negative 1 و 5، وادي الريشيو M2. مين هي ال M2؟ ادي من ال C لل A دي ال M2، ومن ال C لل B دي ال M1، ادي 2 وادي 3، وادي في النص ما بينهم بلس. يبقى البوينت C اللي انا عايزها علشان اجيبها اروح جاي عامل كده 2 بلس 3 وادي 2 بلس 3، نعمل كروس 3 تايم 3 ب 9، 2 تايم نيجاتيف 1 بنيجاتيف 2، 2 تايم 5 ب 10، نيجاتيف 2 تايم 3 بنيجاتيف 6. طيب ادي كده دي هتبقى 7 اوفر 5. طبعا هو مفيش عندي في الاختيارات غير دي بس اللي 7 اوفر 5 الاكس، وادي الواي 4 اوفر 5. تمام يبقى الاجابه عندي لتر بي. اف السي اللي هي عباره عن 4 و4 ديفايدز الاي بي انترنالي ان ذا ريشيو 1 تو 2 وكانت الاي عباره عن 7 و8 زين البي از. طيب هو اول حاجه ادي ده كده الاي بي، الاي بي ده اتقسم، مين اللي جه قسمه؟ ادي الاي وادي البي، اتقسم من الاي بريشيو يعني السي هنا 1 تو 2، ادي ال 1 وادي ال 2. الاي كانت ب 7 و8، السي كانت ب 4 و4، والبي كانت اكس واي لان انا ما اعرفهاش. طيب انا عايز اجيب البي، يبقى اول حاجه انا بدايتي كانت الاي اللي هي 7 وكام؟ اللي هي 7 و8، يبقى اول حاجه ادي دي 7 وادي دي ال 8. نهايتي كانت البي اللي هي الاكس والواي، الريشيو بدايتي من الاي يبقى ادي 1 وادي 2 وفي النص دايما بلس. انترنالي يعني الريشيو دي هتبقى بوستر. طيب السي بقى اللي هي ال 4 وال 4 دي جت ازاي؟ عملنا كده ادي 2 براكتس وادي
ال 1 بلس 2، ادي ال 1 بلس 2، ونعمل ريشيو ونعمل كروس. 7 تايم 2 14، 1 تايم x بx، 1 تايم ال y بy، 8 تايم 2، 8 تايم 2 بكام؟ ب 16. يبقى انا عندي هنا ال 4 وال 4 هي عبارة عن 14 بلس x over 3 وy بلس 16 over 3. دي طبعا equation، يبقى 14 بلس x over 3 الكلام ده equal 4، وy بلس 16 over 3 الكلام ده equal 4. نعمل cross multiplication، يبقى ال 14 بلس x الكلام ده equal كام؟ 12. 14 دي positive، تروح السايد التاني تبقى نيجاتيف، يبقى الـ x equal 12 minus 14، يعني الـ x equal كام؟ negative 2. cross multiplication برضو، فالـ y equal الـ y plus 16 equal 12، الـ plus 16 دي positive تروح السايد التاني تبقى نيجاتيف، يبقى الـ y equal 12 minus 16 اللي هي عبارة عن كام؟ negative 4. يبقى الـ point B عبارة عن negative 2 negative 4 اللي هي letter مين؟ اللي هي letter A. if ال AB directed line segment هو عبارة عن 3 و 4، وكانت ال A ب negative 2 و 5، وكانت ال C divides ال AB directed line segment by the ratio 3 to 2 external، then ال C. طيب هو أول حاجة هو مديني ال AB على بعض ومديني ال A ومش مديني ال B. طيب ما أنا لازم يبقى معايا ال B، يبقى هي ال AB دي أصلها إيه؟ أصلها B minus A. طيب يا مستر ال B minus A دي اللي هي هنا طلعت بكام؟ طلعت ب 3 و 4. طيب ما أنا عايز ال B ومعايا ال A ب negative 2 و 5، آدي 3 وآدي 4، الماينس ده بيروح السايد التاني يبقى بلس، يبقى ال B equal 3 و 4 بلس negative 2 و 5، يبقى ال B equal ادي 3 بلس النيجاتيف 2 ب 1 ودي 4 بلس ال 5 ب 9، يبقى ال B ب 1 و 9. طيب ما هو قال لي ان ال AB ال point C عملت له divide externally بريشيو كام؟ 3 to 2. طيب هو قال لي divided مين؟ ال AB، يعني البداية بتاعتي كانت ال A. طيب ادي C هنا، طب ليه مثلا حاطط نفس C هناك؟ ما هو بص، ما هو انا C هنا ليه؟ عشان هي المسافة من ادي الـ M2 تو الـ M1، الريشيو كانت 3 رايحة للـ A، يبقى من الـ C للـ A كانت 3، ومن الـ C للـ B كانت 2، يبقى الـ C أقرب للـ B مش للـ A. طيب تعالى بقى نبدأ نقسم التقسيمة بتاعتنا، ادي الـ A دي البداية اللي هي كانت كام؟ نيجاتيف 2 و 5. طيب مين الـ B؟ أيوه اللي احنا جبناها اللي هي كام؟ 1 و 9. الريشيو 3 to 2 externally، يعني عند ال 3 هنحط نيجاتيف، يبقى عايز اجيب ال C. يبقى اول حاجة كده ادي ال C نيجاتيف 3 بلس 2 وادي نيجاتيف 3 بلس 2، تعالى نعمل كروس، نيجاتيف 2 تايم 2 بنيجاتيف 4، نيجاتيف 3 تايم 1 بنيجاتيف 3، نيجاتيف 3 تايم 9 بنيجاتيف 27، 2 تايم 5 ب 10. طيب الانسر هنا اداني نيجاتيف 7 اوفر نيجاتيف 1، وهنا اداني طبعا على الكالكليتور يعني نيجاتيف 17 اوفر نيجاتيف 1. يبقى الانسر عباره عن مين؟ 7 و 17. 7 ومين؟ 7 و 17 اللي هي لتر مين؟ اللي هي لتر E. The ratio of division that the x axis divides the line segment AB where الA 2 5 والB 7 ونيجاتيف 2، يعني الـ X axis هيعمل divide، هيعمل divide لمين؟ للـ AB line segment. طيب أدي أول حاجة، أدي ده كده مين؟ الـ AB. مين اللي هيقسمه؟ الـ X axis. طيب يعني الـ point اللي هتقسمه، الـ point دي موجودة على الـ X، أنا مش عارف ولا هي internally ولا هي externally، فاحنا ممكن نحل من غير ما نرسم. ادي ال A دي البداية بتاعتي اللي هي 2 5، ادي ال B اللي هي 7 ومين؟ 7 ونيجاتيف 2. طيب الريشيو اللي انا عايز اجيبها هي M2 تو مين؟
M2 to M1. طيب البوينت بقى اللي هي اللي انا بتكلم عليها اللي انا عايز اللي انا عايز اللي انا اكيد هستخدمها. البوينت دي اللي انا هقول عليها سي مثلا، هي البوينت دي موجوده فين؟ موجوده على الاكس اكسس. طيب ادام بوينت موجوده على الاكس اكسس يبقى الكوردينيتس بتاعتها هتبقى عباره عن مين؟ ما هي موجوده على الاكس اكسس يعني الواي بزيرو. موجوده على الاكس اكسس يعني الواي بزيرو، يعني اسمها اكس وزيرو. طيب تمام جدا يا مستر، البوينت اسمها اكس وزيرو. طيب البوينت دي علشان تيجي جت ازاي؟ زي ما احنا كنا شغالين، ادي الام 2 بلس الام 1، ادي الام 2 بلس الام 1، وادي كروس 2 تايم ام 1 ب 2 ام 1، 7 تايم ام 2 ب 7 ام 2. يا مستر انت ليه بتعمل ده؟ ده ملوش لازمه. اه ليه؟ عشان ده بيقابل اكس، فيبقى عندي 3 انونز فملوش لازمه. انا اللي هشتغل عليه اللي فيه 0. ماشي تمام اهو، يلا 5 تايم M1 ب 5 M1، نيجاتيف 2 تايم M2 بنيجاتيف 2 M2. طيب الكلام ده طبعا ايكوال 0، يعني 5 M1 ماينس 2 M2 اوفر M1 بلس M2، الكلام ده ايكوال 0. طب ما 0 ده 0 اوفر مين؟ 0 اوفر 1. يبقى لما اعمل كروس مالتيبليكيشن، هو يعني ايه كروس؟ بعمل ده تايم 1، ده تايم 1 بمين؟ بنفسه، يعني 5 M1 ماينس 2 M2، الكلام ده ايكوال M1 بلس M2 تايم 0 يعني ب0. طيب الماينس ده يجي السايد التاني يبقى بلس، يبقى 5 M1 ايكوال 2 M2. طب مش هي الريشيو كانت M2 تو M1؟ اه. طيب ال M2 بتقابل رقم كام السايد التاني؟ بتقابل 5. طب ال M1 بتقابل مين السايد التاني؟ بتقابل 2، يبقى الريشيو 5 تو 2. طب هي طلعت بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ طلعت بوزيتيف، يبقى انترنالي، يبقى الريشيو 5 تو 2 انترنالي. 5 تو 2 مين؟ انترنالي اللي هي لتر A. اف البوينت A اللي هي عبارة عن 2 5، والبوينت B اللي هي 5 و2، والبوينت C اللي هي 4 واي، ار 3 كولينير بوينتس. C divides ال AB in the ratio. أول حاجة هما كولينير. طيب تمام، هو قال لي طيب هي مش محتاجة رسمة برضو، هي C بتعمل divide لل AB. يبقى أول حاجة عندي البداية هي ال A اللي هي 2 5، النهاية هي ال B اللي هي 5 و2. ال C دي كانت الإجابة اللي هي كام؟ البوينت اللي بتعمل divide. طيب الريشيو هتبقى M2 تو ام مين؟ تو ام 1. طبعا انا هنا برضو لازم ابقى ذكي، انا لما باجي اشتغل هشتغل على الاكس ولا الواي؟ امال الواي عندي يا مستر مش موجوده. طيب يبقى انا لما اجي اشتغل اشتغل على الاكس، يبقى هنا في بلس، ادي ام 1 بلس ام 2، ونعمل كروس 2 تايم ام 1 ب 2 ام 1 بلس 5 تايم ام 2 ب 5 ام 2. انا مش محتاج اعمل الديفايد، اعمل الكروس التاني ده، لان ده هيبقى بيقابل الواي هنا، فالواي يبقى النون، فيبقى عندي 3 انونز فمش هعرف احل. يبقى انا هنا هشتغل على مين؟ هشتغل على ان 2m بلس 5m2 اوفر m1 بلس m2، الكلام ده ايكوال 4. طب ما ال 4 دي يا مستر اصلها 4 اوفر 1. ستوب يا مستر، انا هنا مش فاهم، انت ليه خدت ال 4 بس؟ حبيبي ده اوردر دبير في اكس وفي واي، وده اوردر دبير في اكس وفي واي، فانا خدت الاكس هنا مع الاكس هنا، نعمل كروس. يبقى هنا في عندي مين؟ 1 تايم الكلام ده ب 2 ام 1 بلس 5 ام 2، وادي 4 تايم ام 1 بلس ام 2، ادي 2 ام 1 بلس ال 5 ام 2 معانا، وال 4 تتوزع على الاثنين تبقى 4 ام 1 بلس 4 ام 2. نجمع ال ام 1 مع بعض ونجمع ال ام 2 مع بعض. طيب عشان الموضوع يبقى سهل بالنسبة لنا نشوف الكبير. ماشي ادي دي الفور ام 2 هتيجي هنا تبقى نيجاتيف، وادي دي 2 ام 1 هتيجي هنا تبقى نيجاتيف، يبقى 5 ام 2 ماينس 4 ام 2، الكلام ده ايكوال 4 ام 1 ماينس 2 ام 1. 5 ام 2 ماينس 4 ام 2 ب 2 ام 2 ب 1 ام 2 1m2. طيب 4m1 minus 2m1 ب2m1. طب ما انا عايز الريشيو اللي هي m2 over m1، ال m2 قصادها 2
والام 1 قصادها مفيش حاجه يعني 1، يبقى الريشيو 2 تو 1 انترنالي ولا اكسترنالي؟ يا مستر دي طلعت بوزيتيف، ادام طلعت بوزيتيف تبقى انترنال، يبقى 2 تو 1 انترنالي اللي هي لتر مين؟ اللي هي لتر بي. ال A وال B وال C is a triangle in which ال A ب negative 3 1 وال B ب 1 و 7. ال M is point of intersection of its medians where ال M كانت 1 و 2. Then ال point C equal. طيب أول حاجة كده بس تعالى نرسم للرسمة تسهل علينا الموضوع. أدي A B C. A B C. ال A ب negative 3 1. ال B ب 1 و 7. طيب الام هي البوينت بتاعت الايه؟ الام هي البوينت اوف انترسكشن اوف ذا ميديانز. طيب يعني انا لو نزل ميديان من هنا تبقى دي الام بتاعته. اه ده بص بقى، ده انا هنا وعندي كذا طريقه. انا معايا الام، على فكره معايا الام بكام؟ ب1 و2. انا هنا ممكن اقول ان الـ ان السي عباره عن اكس وواي. مش انا عندي رول بتجيب لي الام؟ طيب الرول دي كانت بتقول لي ايه؟ كان ايه اللي موجود في الرول دي؟ ان الام دي علشان تتجاب وتبقى 1 و2 بعمل اكسات بلس بعض اوفر 3 وبعمل الوايات بلس بعض اوفر 3، يعني هتبقى 1 بلس نيجاتيف 3 بلس اكس اوفر 3، 1 بلس 7 بلس واي اوفر 3، واحد لها ايكويشن. اه يعني هنا بص ادي دي نيجاتيف 2 بلس اكس اوفر 3 وادي 8 بلس واي اوفر 3. الكلام ده ايكوال مين؟ الكلام ده ايكوال 1 و2. دول 2 ordered pairs، يبقى نيجاتيف 2 بلس اكس اوفر 3 الكلام ده ايكوال 1. ادي 8 بلس واي اوفر 3 الكلام ده ايكوال 2. نعمل كروس مالتيبليكيشن، فالنيجاتيف 2 بلس اكس ادتني 3، فتبقى الاكس النيجاتيف 2 دي تروح السايد التاني تبقى بلس، فتبقى الاكس ب 3 بلس 2، يبقى الاكس بكام؟ ب 5. نعمل هنا كروس، يبقى ال 8 بلس y equal 6. ال 8 دي بلس تروح السايد التاني تبقى ماينس، يبقى ال y equal 6 minus 8. يبقى ال y هتبقى equal كام؟ negative 2. يبقى البوينت بتاعتي x و y البوينت c هي عبارة عن كام؟ 5 و negative 2. 5 و negative 2 يعني الانسر لتر مين؟ يعني الانسر لتر b. واحد بقى تاني راح رايح قايل لي ايه؟ بص بقى يا مستر، انا مش عاجبني الكلام ده. انا عارف ان السي دي ميديان، يعني ممكن اقول ان انا عندي بوينت هنا اسمها سي. السي دي مالها؟ السي دي ميد بوينت من قبل كده، ما هو الميديان بيعمل ديفايد للبيس. طب انا ممكن اجيب الدي. طيب تمام، هجيب الدي ازاي؟ نيجاتيف 3 بلس 1 اوفر 2 ودي 1 بلس 7 اوفر 2. الكلام ده اداني نيجاتيف 1 و 4. مين دي؟ دي بنيجاتيف 1 ومين؟ بنيجاتيف 1 و 4. انا معايا البوينت اوف انترسكشن اوف ذا ميديانز اللي هي بتقسم الميديان تو ذا ريشيو كام؟ 1 تو 2 فروم ذا بيز، 1 تو 2 فروم ذا بيز. وانا عايز اجيب السي. اه طب يعني قلت له انا ممكن ابتدي من السي، يعني دي هتبقى اكس ودي هتبقى واي. طيب وبعد كده الدي اللي هي نيجاتيف 1 ومين؟ و4. الريشيو في الوقت ده هتبقى 2 تو 1 وده انترنالي يعني هتبقى بوستيف. اه تصدق يا مستر انا ممكن اجيب الاكس من هنا؟ بص بقى يا استاذ، البوينت ام جت ازاي؟ ادي عملنا ديفايد 3 وادي ديفايد 3. ال 3 دي اللي هي ال 1 بلس 2 ونعمل كروس بقت اكس ماينس 2. طيب نعمل كروس هناك يبقى 8 بلس واي. الكلام ده طلع بكام؟ بنيجاتيف 1 و 4. لا الكلام ده بالام، الام اللي هي بكام؟ ب 1 و 2. يا مستر ده هي نفس الارقام على فكره اللي حضرتك طلعتها من شويه، يعني بص على الريليشن دي، اهي دي هي دي. اه ده احنا وصلنا لنفس الحاجه. يبقى الاكس ماينس 2 اوفر 3 الكلام ده ايكوال 1، وال 8 بلس الواي اوفر 3 الكلام ده ايكوال 2. يعني هنا لما نيجي نشتغل على الايكويشن دي هنلاقي الاكس هتطلع ب 5، ولما نيجي نشتغل على الايكويشن دي هنلاقي الواي هتطلع بنيجاتيف 2. يبقى البوينت سي بتاعتي هتبقى عباره عن 5 ونيجاتيف 2، وادي طريقتين مختلفتين الاسهل ليك حل بيهم. اي بي سي از ا تراينجل ان ويتش الاي ب 8 و7 والام از بوينت اوف انترسكشن اوف اتس ميديانز
وير الام كانت 2 1، الدي از ذا ميد بوينت اوف البي سي، زين الدي ايكوال. طيب بص، اول حاجه كده ادي ده الاي بي سي اهو، ادي ده الاي، ادي ده البي، ادي ده السي. اتفقنا ان الدي هي الميد بوينت بتاعت البي والسي. يبقى الاي دي ده اسمه ايه؟ الاي دي ده ميديان، اصل هو ما قالش، بس هو قال ان البوينت اوف انترسكشن اوف ذا ميديان اللي هي الام هي عباره عن كام؟ 2 1. هي البوينت دي بتعمل ديفايد لللاين سيجمنت تو ذا ريشيو كام؟ 1 تو 2 فروم ذا بيز. 1 تو 2 يعني القريب للبيز بيبقى 1 والبعيد عن البيز بيبقى 2. 1 تو 2 فروم ذا بيز، او ممكن اقولها 2 تو 1 فروم ذا فيرتكس، يعني القريب من الفيرتكس بيبقى 2 والقريب من البيز بيبقى 1. طيب يا مستر احنا عايزين نجيب البوينت دي. طيب هو انا معايا الاي؟ اه ده انا معايا الاي ب 8 و7، يعني انا معايا البدايه معيش النهايه، معايا البوينت اللي بتعمل ديفايد ومعايا الريشيو 2 تو 1. يبقى انا بدايتي هتبقى الاي اللي هي 8 و7، نهايتي هتبقى الدي اللي هي اكس وواي، الريشيو بتاعتي 2 تو 1. طيب الريشيو بتاعتي دي بلس، يبقى البوينت دي هتبقى عباره عن مين؟ البوينت دي هتبقى عباره عن اول حاجه بنعمل بلس للريشيو، لا دي مش البوينت دي، ده اللي انا بجيبها دي البوينت ام، دي البوينت ام، دي البوينت اللي بتعمل ديفايد للايه؟ لللاين سيجمنت. البوينت ام دي اللي هي طلعت ب 2 كام؟ 2 1. نعمل كروس مالتيبليكيشن، a تايم 1 ب 8 و2 تايم اكس ب 2 اكس، 2 تايم واي ب 2 واي، و7 تايم 1 ب 7. دول حاجتين تايم بعض بنقسم بيجي نصين، يبقى ال 8 بلس ال 2 اكس اوفر 3 الكلام ده ايكوال 2، ال 2 واي بلس 7 اوفر 3 الكلام ده ايكوال 1. نعمل كروس مالتيبليكيشن، يبقى 8 بلس 2 اكس ايكوال 6، ال 8 دي بلس تروح السايد الثاني تبقى ماينس، يبقى ال 2 اكس ايكوال 6 ماينس 8، يبقى ال 2 اكس ايكوال نيجاتيف 2. ال 2 تايم تروح السايد الثاني تبقى ديفايد، يبقى الاكس ايكوال نيجاتيف 1. نعمل هنا كروس مالتيبليكيشن فتبقى 2y بلس 7 الكلام ده ايكوال 3، 7 دي تروح السايد الثاني تبقى ماينس، فتبقى 2y ايكوال 3 ماينس 7، يعني 2y ايكوال نيجاتيف 4. ال 2 تايم تروح السايد الثاني تبقى ديفايد، تبقى نيجاتيف 4 اوفر 2 ادتني نيجاتيف 2. يبقى البوينت اللي انا بدور عليها هي عباره عن نيجاتيف 1 ونيجاتيف 2، اللي هي لتر مين؟ اللي هي لتر سي. If AE is median of triangle ABC, الام is centroid of the triangle ABC. الاي كانت ب 5 4 والام كانت ب 7 8، then the directed line segment AE. هو انا عشان اجيب ال directed line segment AE ده هيبقى عباره عن مين؟ E minus A. طيب هو انا معايا الاي؟ لا بس معايا الاي. تمام يعني انا محتاج الاي كده كده. طيب ده المين؟ ده الاي بي سي، تراينجل اي بي سي. طيب احنا اتفقنا ان الاي دي، ان الاي اي ده ميديان، يعني ده كده ميديان. يبقى الام دي بتعمل ايه؟ بتعمل ديفايد الميديان تو ذا ريشيو 1 تو 2 فروم ذا بيز. طب ما الام دي بكام؟ ب 7 و8. طب الاي بكام؟ ادي 5 و4. طيب انا عايز اجيب الاي عشان بعد كده اجيب الاي اي. طيب يبقى انا بدايتي كانت الفايف والفور اللي هي الاي، نهايتي كانت الاي اللي هي اكس وواي. الريشيو اللي عملنا بيها الديفايد فروم الاي كانت 2 تو 1. طيب الانسر بتاعي طلع الام اللي هي عباره عن 7 و 8. طيب 2 بلس 1 وادي 2 بلس 1، تعالى نعمل كروس زي المسألة اللي فاتت بالظبط، 5 تايم ال 1 ب 5، 2 تايم ال x ب 2 x، 2 تايم ال y ب 2 y، و 4 تايم ال 1 ب 4. الكلام ده طلع 7 و 8. طيب يبقى 5 بلس 2 x over 3 الكلام ده equal 7، و 2 y بلس 4 over 3 الكلام ده equal 8. نعمل كروس مالتيبليكيشن هنا وكروس مالتيبليكيشن هنا، يبقى 5 بلس 2 اكس ايكوال 21. 5 دي بلس تروح السايد الثاني تبقى ماينس، يبقى 2 اكس ايكوال 21 ماينس 5، يبقى 2 اكس هتبقى ايكوال كام؟ 16. ال 2 تايم تروح السايد الثاني تبقى ديفايد،
يبقى الاكس ايكوال كام؟ الاكس ايكوال 8، وادي هنا كروس مالتيبليكيشن، فهتبقى 2y بلس 4 ايكوال 24. ال 4 دي بلس تروح السايد التاني تبقى ماينس، يبقى ال 2y ايكوال 24 ماينس 4 اللي هي بكام؟ ب 20. ال 2 تايم تروح السايد التاني تبقى ديفايد، يبقى ال y ايكوال 10. يبقى البوينت E كانت عبارة عن 8 و 10. طيب يبقى ال 8 وال 10، مش احنا اتفقنا ان ال AE هي E ماينس A؟ يعني ال 8 وال 10 ماينس ال A اللي هي عبارة عن مين؟ 5 و 4. تعالى نعمل الماينس ده، 8 ماينس 5 ب 3 و 10 ماينس 4 ب 6، يبقى ال AE هو عبارة عن 3 و 6 اللي هي لتر مين؟ اللي هي لتر C. If C divides ال AB by the ratio 5 to 7 externally. طيب ادي اول حاجة، ده ال A وال B اهو، ادي ده ال A وادي ده ال B. هو قال لي divides بريشيو كام؟ 5 to 7 externally. طيب البداية من عند ال 5، يبقى هي البداية من عند ال A، يبقى انا ال C قريبة من ال A. ايه ده ايه ده، حضرتك عرفت منين؟ ما احنا قلنا البداية من عند ال A وريشيو 5 to 7، يبقى ال CA ب 5 وال CB، ال CB من ال C لحد ال B 7. طيب 5 7 ماينس 5 يبقى ال AB ب 2. هو عايز AC to AB، ال AC قصادها في 5 وال AB قصادها في 2، يبقى الريشيو اللي هو طالبها مني هي 5 اوفر 2. 5 اوفر 2، يبقى هو كان بيقول لك ان السي ديفايدد الاي بي، فانا حطيت الاي بي. بعد كده قال لك ديفايدد الاي بي بريشيو كام؟ 5 تو 7 اكسترنالي، يعني السي من بره. طيب 5 تو 7 والبدايه بتاعتي كانت من الاي، يبقى ال 5 هي السي اي وال 7 هي السي بي. طب هو عايز سي اي تو اي بي، يبقى 7 ماينس 5 ادتني الاي بي ب 2، يبقى السي اي قصادها 5 والاي بي قصادها 2، يبقى 5 اوفر 2 اللي هي لتر مين؟ اللي هي لتر دي. If ال A divides ال BC by the ratio 2 to 3 externally. طيب اول حاجه بس، هو divided ال BC، يعني دي ال B وادي دي ال C. طيب بريشيو كام؟ 2 to 3، يعني هو قريب لل B ولا لل C؟ قريب لل A، نفس الفكره اللي فاتت، ادي دي ال A اهي. طيب يبقى من ال A لل B دي 2، ومن ال A لل C دي 3، يبقى من ال B لل C دي مالها؟ دي 1. طيب بيقول لي بقى، يا ترى ال B divided ال AC to the ratio 2 to 3، ادي من ال B لل A 2 بس من ال B لل C 1، يبقى دي كده غلط. ال B divided ال AC to the ratio 2 to 1 internally. صح، هي دي. ما هو ادي ال B اهي divided مين؟ ادي ال A. اول حاجه قالها يبقى اول ريشيو 2، ده اول ريشيو 2، بعد كده لل C تاني ريشيو 1، ادي تاني ريشيو 1 internally، يبقى الاجابه عندي لتر C. ان تراينجل اي بي سي ال B ب 3 و 5 وال C ب نيجاتيف 3 ونيجاتيف 7، ال D بيلونج لل BC such that the area of triangle ABD equal 1 over 3 الاريا بتاعت التراينجل اي بي سي. عايز يجيب ال D. اول حاجه بس كده، تعالى ارسم لي تراينجل هنا كده وفوق معايا كده، ادي ال اي بي سي A B C. ال D بيلونج لل B C، هي بوينت موجودة على ال B C بس هو ما قالش هي فين بالظبط. أنا رميتها هنا وممكن تطلع غلط فغير مكانها كمان شوية، مفيش مشكلة. طيب بعدين بيقول لي إيه؟ ال C كانت ب نيجاتيف 3 ونيجاتيف 7 وال B كانت ب 3 و 5. الأريا بتاعت ال A B D، شايف ال A B D اللي هو الترينجل ده، مالها ومال الاريا بتاعت الترينجل الكبير ثيرد 1 اوفر 3؟ طيب عايز يجيب الدي. طيب ما بص يا مستر، انا لازم يبقى معايا ريشيو، ما هو الدي دي هتقسم البي سي بريشيو، لازم تبقى معايا. طيب هي ال 1 اوفر 3 دي، فاكرين الترم الاول كنا بنقول ايه؟ لو انا عندي 2 تراينجلز، ال 2 تراينجلز دول الريشيو بتوين الاريا بتبقى قد الريشيو بتوين البيزس لو هم عندهم كومن هايت، يعني نازلين من نفس الفيرتكس والبيزس اون ذا سيم ستريت لاين. يا مستر، يعني الريشيو بتوين البيز بتاعت التراينجل اي بي دي اللي هي دي هتبقى 1
تو 3 مع الترينجل اي بي سي اللي هو الكبير، يعني 1 تو 3 كده. طيب يبقى البي دي هتبقى 1، يبقى الدي سي هتبقى كام؟ هتبقى 2. لا تاني، بص يا استاذ، انا لو عندي ترينجل اهو، ادي ده كده ليهم نفس الهايت، دول كده شايف التو ترينجلز دول ليهم نفس الهايت، الريش بتوين الاريا قد الريش بتوين البيزس ما بين الاثنين دول. طيب يا مستر، لا ده هو مديني ده مع الكبير، طب ما فيش مشكلة، يبقى ده 1 والبيز الكبير هتبقى كام؟ هتبقى 3. طب انا عايز انا عايز ده وده، يبقى دي 1 ودي كام؟ ودي 2. طيب ما خلاص كده انا معايا الريشيو 1 تو 2 وعايز اجيب الدي. طيب يبقى البداية بتاعتي كانت ال 3 وال 5 والنهاية بتاعتي كانت النيجاتيف 3 والنيجاتيف 7، يبقى الريشيو البداية بتاعتي هتبقى الام 2 ب 1 والام 1 ب 2، نعمل ما بينهم بلس، يبقى البوينت دي عبارة عن مين؟ 2 بلس 1 ب 3 ادي تحت، 2 بلس 1 ب 3 ادي تحت، كروس مالتيبليكيشن 3 تايم 2 ب 6، 1 تايم نيجاتيف 3 بنيجاتيف 3، 1 تايم نيجاتيف 7 بنيجاتيف 7، و5 تايم 2 ب 10. طيب 6 ماينس 3 ب 3، 3 اوفر 3 ده برضو 3 اوفر 3، يبقى البوينت بتاعتي هتبقى عبارة عن كام؟ 1 و1 اللي هي لتر مين؟ اللي هي letter D. If the midpoints of the sides of a triangle are negative 2 و 3 و 7 و negative 1 و 4 و 4, then the point of intersection of the medians of triangle. بص هو انا عايز اقول لك حاجه، انا لو معايا 3 vertices زي لو معايا ال 3 midpoints. يعني انا لو معايا ال A وال B وال C اقدر اجيب ال point of intersection بتاعت الميديانز عن طريق ان انا بعمل ال X بلس بعض over 3. والواي بلس بعض اوفر 3. طيب هنا بقى انا معايا مين؟ انا معايا الميد بوينت بتاعت ال 3 بتاعت ال 3 سايدز، يعني دي كده الميد بوينت بتاعت النيجاتيف 2 وال 3، وده هنا ال 7 والنيجاتيف 1، وده هنا ال 4 وال 4. شايف ال 3 ميد بوينتس دول؟ نفس الطريقه اقدر اجيب البوينت اوف انترسكشن بتاعت الميديانز، هعمل 7 بلس نيجاتيف 2 بلس 4 over 3، وهعمل negative 1 plus 3 plus 4 over 3. ادي ده كده 9، 9 over 3 ب 3، وادي ده كده 7 minus 1 ب 6، 6 over 3 ب 2. يبقى الانسر 3 و 2 اللي هي letter مين؟ اللي هي letter A. The ratio by which the x-axis divides the line segment، يعني مين اللي هيقطع؟ ال x-axis هو اللي هيقطع. طيب هيقطع مين؟ هيقطع الـ AB اللي هو الـ A كانت بـ X1 Y1 والـ B كانت بـ X2 Y2 is space internally or externally. طيب الـ Y not equal 0، الـ Y1 not equal 0 والـ Y2 not equal 0. طيب هو أول حاجة بس كده الـ point اللي قدام الـ X axis اللي بيعمل divide، يبقى الـ point دي هيبقى اسمها إيه؟ point دي هيبقى اسمها X و0، point دي هيبقى اسمها إيه؟ point دي هيبقى اسمها X و0. طيب انا بدايتي كانت ال A يبقى X1 Y1 ونهايتي كانت ال B اللي هي X2 Y2، الريشيو هتبقى M2 to M1. احنا اتفقنا ان البوينت بتاعتي اسمها X و0، فانا مش هينفع استخدم ال X، يعني مش هينفع استخدم ده، انا هستخدم ال Y. طيب لما اجي اعمل كروس مالتيبليكيشن واساويها بالزيرو، تحت هيبقى فيه البلس اللي هو M1 بلس M2 وكروس مالتيبليكيشن M1 Y1 بلس M2 Y2. الزيرو ده اصله 0 اوفر 1، نعمل كروس مالتيبليكيشن، فالزيرو بيطير ده ونعمل هنا كروس، يبقى M1 Y1 بلس M2 Y2 الكلام ده ايكوال مين؟ الكلام ده ايكوال 0. طيب يبقى ال M1 Y1 ده هنودي ده السايد التاني، او نودي ده، خلينا كده ثانية، هنودي ال M1 Y1 السايد التاني اللي انا ببقى عايز ريشيو M2، يبقى M2 Y2 تبقى ايكوال نيجاتيف M1 Y1، يبقى ال M2 اوفر ال M1 تبقى ايكوال كام؟ نيجاتيف 1 نيجاتيف Y1 اوفر Y2. طيب هو هنا بقى بيقول لي اول بس حاجه، انا كده بقيت عارف ان هي اكسترنال، كده انا بقيت عارف ان هي اكسترنال. طيب هو بيتكلم بقى هنا ايه؟ ابسولوت مين؟ هي الريشيو لما كنت باجي انا اديها لك، كنت باجي اقول لك اكسترنالي نيجاتيف 1 اوفر 3، كنت بقول لك 1 اوفر 3، كنت بقول لك الابسولوت، يعني
هتبقى absolute y1 over absolute y2 اللي هي letter مين؟ اللي هي letter c. if ال a belong لل x axis وال b belong لل y axis. طيب اول حاجة بس كده، ادام ال a belong لل x axis يبقى ال point بتاعتي اسمها ايه؟ belong لل x axis يا مستر، يعني belong يعني اسمها x و 0. ال b belong لل y axis يبقى اسمها مين؟ 0 y. طيب ماشي. ال c divided ال a b internally by the ratio 2 to 3 find the two points a and b respectively. طيب بدايتي كانت ال a اللي هي اسمها x و 0، نهايتي كانت ال b اللي هي اسمها 0 و y. ال ratio كانت 2 to 3 from ال a، فهنا هتبقى 2 وهنا هتبقى 3 internally، يعني هتبقى positive الاثنين. طيب الانسر اللي طلع اللي هو السي انا عارف اجابته 3 و2. طيب يا مستر هي سهله زي اللي احنا حليناهم، حلينا زيها كتير. ال2 بلس 3 5 يبقى هنا 5 وهنا 5 ونعمل كروس. اكس تايم 3 ب 3 اكس، 2 تايم 0 ب 0 يبقى بلس 0. نعمل كروس 2 تايم واي ب 2 واي، 0 تايم 3 ب 0 يبقى بلس 0. two ordered pairs are equal يبقى 3x over 5 equal 3 و 2y over 5 equal 2. نعمل cross multiplication، 3x هتبقى equal 15 فالx هتبقى equal 5. ال 2y cross multiplication ادتني 10 يبقى ال y برضو هتبقى equal 5. طبعا مش بجيب هنا، يعني دي كده ال x اللي انا عايزها، يبقى أول بوينت أنا بدور عليها هي عبارة عن 5 و 0، وتاني بوينت أنا بدور عليها هي عبارة عن 0 و 5. يبقى الأنسر letter مين؟ يبقى الأنسر letter C. if D is the midpoint of the BC وال E belong لل AB line segment such that in 3 EB equal 4 EA. قبل بس ما أكمل قراية أنا بحبها، أول لما ألاقي ريش أظبطها. أدي EB over EA، ال EB بيقابل مين السايد التاني؟ 4. ال EA بيقابل مين السايد التاني؟ 3. يبقى ال EB اكتب عنده 4 وال EA اكتب عندها 3. find the point E. دي البوينت اللي بتعمل divide لل AB. يا مستر يبقى انا اول حاجة عندي لازم اجيب ال B. طيب ده ال B دي terminal. في مين بقى؟ شايف اللاين سيجمنت AB؟ بداية ال C، نهاية ال B، ال D midpoint. ده انا اقدر اجيب ال B بمنتهى السهولة. 2 تايم الميد ماينس الاذر. طيب بيبقى 2 تايم مين الميد؟ نيجاتيف 2 1 ماينس الاذر اللي هي بكام؟ بنيجاتيف 12 و12. 2 تايم الميد يعني 2 تايم نيجاتيف 2 بنيجاتيف 4، 2 تايم 1 ب 2 ماينس نيجاتيف 12 و12. نيجاتيف 4 ماينس نيجاتيف 12، نيجاتيف 4 ماينس نيجاتيف 12 يعني هتبقى 8. 2 minus 12، 2 minus 12 بنيجاتيف مين؟ بنيجاتيف 10. مين اللي بالرقم ده؟ ده البوينت B اللي هي 8 وكام؟ ونيجاتيف 10. والـ E بقى اللي أنا عايزها بتعمل ديفايد بتوين الـ A والـ B بريشيو 3 to 4. يبقى بداية الـ A كانت عبارة عن 1 و 4. نهاية الـ B كانت عبارة عن 8 ونيجاتيف 10. ريشيو 3 to 4. ادي ده البلس. طيب انا عايز البوينت اي خلاص، يبقى الاي دي هتيجي ازاي؟ هتيجي بالكروس. ادي اول حاجه 3 بلس 4 ب 7، ادي 7 كروس بقى 1 تايم 4 ب 4، 3 تايم 8 ب 24، 3 تايم 10 بنيجاتيف 10 نيجاتيف 30، 4 تايم 4 ب 16. نعمل الكلام ده على الكالكليتر. ادي 4 و 24 ده 28، 28 divided by 7 ب 4. ادي نيجاتيف 30 و 16 طيب divided by 7، لقيت الانسر اداني نيجاتيف 2. لقيت الانسر اداني كام؟ نيجاتيف 2. يبقى الانسر بتاعي هو 4 ونيجاتيف 2 اللي هي letter مين؟ اللي هي letter B. if ال A هي عبارة عن x1 y1 وال B كانت عبارة عن x2 y2 are two points in the plane and the y-axis divides the AB externally. divides the AB externally. طيب أول حاجة بس، هي مين اللي بتعمل divide the AB؟ ده ال y-axis، يعني البوينت دي اسمها إيه؟
البوينت دي اسمها 0 واي. طيب تعالى نقسم الريشيو، ادي اول حاجه بتعمل ديفايد، ادي اكس 1 واي 1، ادي اكس 2 واي 2. الريشيو ام 2 تو مين؟ تو ام 1. انا لما اجي اشتغل هشتغل على هنا ولا هنا؟ لا مش هينفع اشتغل هنا، لان هنا ده بيقابلها واي، فانا عايز اللي بيقابلها 0. فانا هعمل كروس مالتيبليكيشن هنا، ادي البوينت دي بص تبقى ايكوال 0 وواي. فانا ما تعبش دماغي بقى في الجزء ده، انا في الجزء اللي على الشمال. طيب ادي الام 1 بلس الام 2، نعمل كروس، ادي اكس 1 ام 1 بلس ام 2 اكس 2، الكلام ده ايكوال 0، يعني اكس 1 ام 1 بلس ام 2 اكس 2 صح؟ اه الكلام ده اوفر ام 1 بلس الام 2 ايكوال 0 اوفر 1 كروس مالتيبليكيشن. يبقى الاكس 1 ام 1 بلس الاكس 2 ام 2 الكلام ده ايكوال 0. نودي مين؟ نودي ده السايد التاني، يبقى الاكس 2 ام 2 ايكوال نيجاتيف اكس 1 ام 1. انا عايز الريشيو اللي هي ام 2 اوفر ام 1. ام 2 بيقابلها نيجاتيف اكس 1 وام 1 بيقابلها بوزيتيف اكس 2، يبقى الريشيو هتبقى الام 2 اوفر الام 1 فور شور هتبقى مين؟ هتبقى نيجاتيف اكس 1 اوفر نيجاتيف اكس 2. طيب يا مستر دي كده الانسر بتاعها اداني رقم نيجاتيف، وهو قايل لي ايه؟ هو قايل لي ان هي هتعمل ديفايدد اكسترنالي، ان هي هتعمل ديفايدد ايه؟ اكسترنالي. طيب يبقى ايه الفاليو اللي هتحافظ لي على النيجاتيف دي عشان هي تفضل اكسترنالي؟ الفاليو اللي هتحافظ لي على النيجاتيف دي ان الديفايد بتاعهم يديني رقم ايه؟ يديني رقم بوزيتيف. طيب يبقى زي ما الديفايد بتاعهم يديني رقم بوزيتيف، ان التايم بتاعهم هو كمان يديني رقم بوزيتيف عشان افضل محافظ انا على النيجاتيف دي، لان نيجاتيف تايم بوزيتيف، فالانسر هيديني ايه؟ الانسر هيديني نيجاتيف. يبقى الديفايد بتاعهم يديني رقم نيجاتيف زي ما التايم الديفايد بتاعهم يديني رقم بوزيتيف زي ما التايم بتاعهم هو كمان يديني رقم بوزيتيف. If the point C divides the AB internally by the ratio 3 to 2 and the point D divides the AC internally برضو to the ratio 1 to 4 then D divides the AB to the ratio 1. طبعا احنا قريناها كده واحنا ايه قاعدين عمالين نقول، بس هو الموضوع محتاج تركيز جامد. يعني ادي ده الـ A to B. طيب جميل، هيتقسم لكام بارتس؟ 3 to 2، يبقى هيتقسم كله لـ 5 بارتس. ادي بص ادي من هنا لهنا، ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5. يبقى البوينت سي دي مكانها فين؟ مكانها هنا. يبقى ادي دي كده الـ 3 وادي دي كده مين؟ الـ 2. طيب شايف بقى الـ 3 بارتس دول هنقسمهم لكام؟ هنقسمهم لريشيو 1 to 4، يعني هنقسمهم لـ 5 بارتس. يبقى ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5. يبقى الـ 1 دي اللي هي من هنا لهنا دي كده الـ 1، ودول كده الكام؟ الـ 4. دي كده الـ 1 ودي كده الـ 4. طيب يعني دي كده البوينت مين؟ دي كده البوينت دي. جه قال لي ايه؟ انا علشان اعرف، انا عايز اعرف الدي دي قسمت الاي بي بريشيو كام، يبقى انا لازم اخلي، شايف السكيل اللي فوق ده؟ يعني هو يعني ايه سكيل؟ يعني انا هنا بقول لك المسافه من هنا لهنا دي بارت، ادي ده التاني ادي ده التالت ادي ده الرابع ادي ده الخامس. جيت قسمت البارت الواحد، جيت قسمت الثري بارتس اللي فوق دول لفايف بارتس. فقال لي بص بقى، هو انت عايز ده يبقى عباره عن ايه؟ قلت له انا عايز اصغر الكل بارت من دول ويبقى احافظ على السكيل بتاعه، يعني بحيث ان دي كانت متقسمه الاي بي كله كان متقسم 5 بارتس يتقسم برضو بريشيو 3 تو 2 بس اللي تحت ده يبقى فيه 5. فقلت له يبقى اعمل هنا تايم 5 وهنا تايم 5. يبقى انا كده هخلي الاي سي تبقى متقسمه كام بارت؟ الاي سي تبقى متقسمه 15 بارت. يبقى ادي الاي وادي البي وادي السي اهي في نفس المكان،
خلينا بس كده نخلي الايه في نفس المكان عشان ايه ما يبقاش الموضوع يبان كأنه ان هو ايه، لا احنا بس نقلنا الرسمة تحت. طيب شايف دي كده انا هقسمها ل 15 بار. طب اشمعنى 15؟ ما زي ما قلت لك بقى عشان اللي تحت دي انا عايزها 5. طيب يبقى بص يا مستر، ادي 1 ادي 2 ادي 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. طيب وهنا هتبقى 10، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. طيب يبقى دي كده 15 وادي دي كده كام؟ 10. طيب خلاص بقى يا مستر، يبقى اللي تحت بقى انا هاخد 1. لا ما انا بص، هما دول كانوا كام؟ اللي تحت دي كانت 1 2 4. طيب انا خليت ال 1 ده يتقسم لكام بارت؟ ل 3 بارتس. طب اشمعنى 3؟ ما هو بص يا حبيبي، دي كلها كانت 3 فكانت متقسمة ل 5 بارتس، انا خليتها 15، انا خليتها 15، فما ينفعش تقول لي 1 2 4 برضو. ازاي 1 2 4؟ ما هو في سكيل. طيب السكيل ده ايه اللي حصل؟ ان كل بارت من دول اتقسم ل 5 بارتس. طيب كل بارت من اللي تحت عشان افضل محافظ على الريشيو تبقى 1 2 4، يعني شايف ال 15 دي عشان اقدر محافظ على الريشيو بتاعتها تبقى 1 2 4، يبقى اعمل لها تايم كام؟ اعمل لها تايم 3. اشمعنى 3؟ عشان من هنا لهنا هتبقى 3 ومن هنا لهنا هتبقى 12، فال 3 اوفر 12 هي ال 1 2 4. طيب دي كده مين؟ دي كده البوينت دي. طب انا عايز اعرف البوينت دي البوينت دي قسمت ال AB لكام بارت؟ فقلت له ادي 3 تمام، وكل دول بقى من ال B لل D كام؟ من ال D لل B كام؟ من هنا لهنا 12 ومن هنا لهنا 10. 12 بلس 10 تديني كام؟ تديني 22. يبقى الريشيو اللي اتقسم بيها هي 3 to 22. ال A B C D is a parallelogram. تمام، ادي ال A عبارة عن مين؟ عبارة عن negative 3 و negative 5. ال B عبارة عن مين؟ ال B عبارة عن 2 و negative 8. ال D عبارة عن 8 و 6. ال D عبارة عن 8 و 6. طيب انا عايز اجيب ال M اللي هي دي. طيب يا مستر، انا اول حاجة بس محتاج برضو يبقى معايا ريشيو. ما هو مدي لك، بص هو مدي لك ان ال AC كفيكتور ماله ايكوال 4 من ال AM. طيب يبقى ده كده هو بيتكلم عن الماجنتيود ودايركشن، انا اللي عايز الماجنتيود. يبقى الماجنتيود بتاع ال AC ايكوال 4 الماجنتيود بتاع ال AM، يعني ال AC اوفر ال AM بكام؟ ب 4 اوفر 1، يعني المسافة اللي من هنا لهنا دي كانت 4، هيبقى المسافة من هنا لهنا دي كام؟ 1. يبقى ال ام سي دي هتبقى كام؟ هتبقى 3. ما هو كلها كانت 4 يبقى دي 1 ودي كام؟ ودي 3. طيب يا مستر بعدين، طيب انا عايز اجيب البوينت سي الاول. انا عشان اجيب الام لازم يبقى معايا السي. صحيح. طب ما الفيكتور اي دي ايكويفالنت للفيكتور بي سي. ايوه ده الدرس، ده الكلام اللي احنا قاعدين عمالين نعمله كل شويه. ادي الاي دي بيجاب ازاي؟ دي ماينس ايه. طيب مين الدي؟ 8 و 6 ماينس مين الايه؟ نيجاتيف 3 ونيجاتيف 5. لقيت الانسر اداني كام؟ 11 و11. مين اللي 11 و11؟ ده الفيكتور اي دي. طب ما الفيكتور بي سي هو ال 11 وال11، يبقى سي ماينس بي. سي ماينس بي، طيب سي ماينس بي دي السي ده اللي انا عايزها. ماشي، البي 2 نيجاتيف 8 equivalent لمين؟ ال بي سي equivalent لل 11 وال 11. الماينس ده يجي هنا يبقى بلس، يبقى السي عبارة عن 11 و11 بلس 2 نيجاتيف 8. يبقى السي عبارة عن 11 بلس 2 ب 13، 11 ماينس 8، 11 ماينس 8 ب 3. يبقى البوينت سي هي عبارة عن كام؟ هي عبارة عن 13 و 3. طيب تمام، انا هاجي ابتدي من الاي. بدايه الاي، الاي اللي هي كام؟ نيجاتيف 3 ونيجاتيف 5. نهايه السي اللي هي 13 و3. الريشيو بتاعتي 1 2 3 يا مستر 1 يا حبيبي، والله من هنا لهنا 1
ومن الـ A للـ C4، أنا عايز من الـ M للـ C يبقى 3. ده internal. طيب أنا عايز أجيب الـ M، يبقى أول حاجة بعمل اللي تحت بلس، أدي 4 وأدي 4 للريشيو، وأعمل كروس 3 تايمز 3 بنيجاتيف 9، 1 تايمز 13 ب 13، 1 تايمز 3 ب 3، نيجاتيف 5 تايمز 3 بنيجاتيف 15. فهنا لقيت الأنسر إداني كام؟ لقيت الأنسر إداني 4 أوفر 4 اللي هو ب 1، ونيجاتيف 12 أوفر 4 اللي هو بنيجاتيف 3. يبقى الأنسر عندي لتر دي اللي هو 1 ونيجاتيف 3. أنا عندي هنا عايز يجيب البوينت سي. طيب مبدئيا البوينت سي دي بوينت أوف انترسكت أوف الإكس أكسس، فالبوينت سي دي عبارة عن مين؟ عبارة عن إكس وزيرو يا أستاذ. طيب أنا أول حاجة عندي هو أنا عايز أعرف الريشيو. طيب فأنا هنا أفكر في إيه؟ بص يا مستر، أنا الريشيو لازم أشتغل عليه. أنا عندي بدايتي، أنا عندي هقسمها إزاي؟ آدي الـ 1 وآدي الـ نيجاتيف 3، دي بدايتي. طب والنهاية؟ آدي الـ 7 وآدي الـ 6. طب الريشيو M2 to M1. طيب بعدين الريشيو لما أجي أعمل تايم في البارت ده المفروض يديني الـ X، يبقى أنا مش هعمل كده، أنا هشتغل على الجزء اللي فيه الزيرو. يبقى الـ 6 M2 تمام؟ بلس نيجاتيف 3 M1، الكلام ده اوفر مين؟ M1 بلس M2، الكلام ده اداني 0. لا 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 لا، انا ما بحبش كده. بص ادي الاوردر ده بيراه اهو، انا بجيب البوينت سي. طب ما البوينت سي دي عباره عن مين؟ اكس و0. طب انا لو عملت البارت ده هيبقى ايكوال 0، فبالتالي انا مش هعرف اشتغل عليه، فانا هاخد الجزء اللي ايكوال 0 واجيب الريشيو الاول، وبعد ما اجيب الريشيو اقدر اعوض بيها فاجيب البوينت اكس. ماشي، يعني انا كده كده محتاجها. ماشي تعالى نعملها. ادي هنا هي يا استاذ، تحت في بلس M1 بلس M2، 1 تايم M1 بM1، 7 تايم M2 ب 7 M2، الكلام ده ايكوال اكس، ملوش ده ماليش دعوه بيه. هناخد الكلام الحلو اللي ايكوال الزيرو ده، ادي 6 M2 ماينس 3 M1، الكلام ده اوفر M1 بلس مين؟ M2، الكلام ده ايكوال 0 اوفر 1. نعمل كروس مالتيبليكيشن، يبقى 6 M2 ماينس 3 M1 الكلام ده يبقى ايكوال مين؟ 0. النيجاتيف 3 تروح السايد التاني تبقى بوزيتيف، يبقى 6 M2 ايكوال 3 M1، يبقى ال M2 اوفر ال M1 ب 3 اوفر 6. 3 اوفر 6 دي اللي هي كام؟ اللي هي 1 تو 2. طيب يعني هنا اقدر اشيل الريشيو واحط مكانها ايه؟ وحط مكانها 1 تو 2. طيب ادي 1 وادي 2. طيب ادي الكروس مالتيبليكيشن، هو تحت كده بقى فيه مين؟ هو مبدئيا كده كده ده هيفضل 0، تحت في 3، 1 تايم 2 ب 2، 1 تايم 7 ب 7، يبقى 9 اوفر 3 اللي هي ب 3 و0. يبقى البوينت اللي انا بدور عليه هي عباره عن مين؟ هي عباره عن 3 و0.